صحتك أهم حاجة عنا. لازم التعقيم يكون أول حاجة في حياتك. باكتيستوب ينجم يستعمله الإنسان العادي، الخدام، الطبيب والصناعي. باكتيستوب هي السوليسيون الوحيدة اللي تحميلك دارك وصغارك. ديزانفكتون 100% ناتوريل، كيما تنجم تستعمله في الدار على البيبان، تستعمله لخضرتك وحتى لتعقيم صغيرك، ما يضرش حتى كان تخلي الفم، ما فيه حتى مواد مضرة لصحتنا، وزيد على هذا صديق للبيئة. باكتيستوب، صحتك أولوية. كل شدة وعندها نهايتها، غدوة ترجع حياتنا لعادتها. أما اليوم خلينا نشدوا ديارنا ونحميوا صغارنا ونتعاونوا ونعملوا اللي علينا باش نحافظوا على أهلنا ومالينا وكبارنا اللي يعزوا علينا، وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وتتعدى هالسحابة وتونس تعاود تشرق شميستها. عمرنا ما نسينا الناس اللي تخدم علينا وأبطالنا في السبيطارات اللي تدوينا على خاطر بلادنا سرها وقوتها في محبتها. وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وحوستها وفرحتها وبهجتها، وبش نفرحوا أكثر ساعتها على خاطرنا، بش نحسوا أكثر بقيمتها. توينسا وسرنا المحبة. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة، وتن البدر حضرناه سلة سلة، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا، جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها. بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها، محبة لقيناها. سيكام، محبة وغرام. نجمة راك حرة. بريكادو جادور. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا ومعتمرينا في مم وعينينا. بالما اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما، وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان. جناح ويلكم الناس الكل في برنامج الماتينال. احنا اليوم باش نحكيكم على برشا حاجات، عنا التغذية، عنا الطب، عنا مدام مونيار زايل باش تحكي بعد شوية مريم التوكيبري على البرودوي نتاع مدام مونيار زايل. دونك نحب نقول لكم تفقدوا اللي بحذاكم موجودين في الدار وإلا لا، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة تبداوها معنا احنا برنامج الماتينال. بونجور صفصوف. عايشة كيف فاطمة؟ بونجور. كي تفقدت اللي بجنبك أخيرا بيناتنا مترو تقاش محافظين على أكثر من مترو. نقول صباح الخير للناس الكل، السادة المشاهدين في برنامج الماتينال. اليوم حلقة جديدة، اليوم نهار جديد في سيدي رمضان، إن شاء الله يا ربي ما يزيد علينا وما ينزيدنا كان الخير والسلامة يا ربي. ديما نقولوا اللي هو شهر عبادة وشهر تأخي وشهر الناس الكل لازمها تعاون بعضها. تحسك تطلب ولا كيفيت؟ ظروف مش هي هذاك اش حبيتك توصل، عرفت؟ دونك نقولوا صباح الخير شفيو. هاي الحمد لله تفكرتوني بحذاكم. صباح الخير. نهاركم سعيد الكل. صباح الخير فاطمه، الصفاء، الساده المشاهدين. كالعاده انا في كوجينه الماتينال اليوم باش نحاول نقدم لكم وصفات تسهل عليكم شويه الدباره. الوصفه الاولى باش تكون شربه مفوره بالكلامار المحشي. طب شوفوا كيفاش نعملوا المطيق ولا منتيق، كل واحد كيفاش يسميه، الكلامار المحشي اون تيوب. معاهم باش نحضر طبق اخر باش يكون طاجين الغنجه، شنو هو زعما، والحلو باش يكون رفيسه بالتمر. تنشوفوا هالمكونات نتاعهم المزيانه شنو هي الكل، وحيده وحيده. لكن خلينا نبداو نهارنا برشا نشاط وحيويه في سيدي رمضان، مهم برشا نعملوا سبور بعد ما ناكلوا برشا في الليل.
اي وي نعملوا سبور بيان سور الفقره الخاصه بمجموعه ولي سبورتيف دو بي بي جي من امذا مي بالما. مي بالما مي منبع طبيعي ريش مغنيسيوم اي ان كالسيوم بالما اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان. عسلامة، مرحبا بكم. كالعادة معكم كوتش ميسا في الماتينال، معايا إبراهيم وجينيكم من كلوب بيبي جيم. اليوم كالعادة باش نعملو كور دو رانفورسمون، اليوم باش نعملو لي زابدو، دونك شو شوف بلوزيغ إكزارسيس دابدو طبقوهم مع بعضنا في الدار، دونك حاولوا تابعونا، نجيبو لي تابي ولا كان عندنا حتى زربية ونعاودو مع بعضنا لي زيكزارسيس. موزيكا. En position assise.
ميرسي بوكو لي سبورتيف. هذه دونك فقره قلت ديما هي بامضاء بالما، ماء بالما اللي هو طبيعي 100% يجينا من الجنوب التونسي وتحديدا من قفصه. احنا تويك بحثنا اخصائيه التغذيه مريم توكابري. بونجور مريم. بونجور فاطمه، شنو احوالك؟ يعيشك الحمد لله. صحه لاباس؟ الحمد لله يعيشك. الحمد لله. مريم اليوم باش تحكي بما انه هي اخصائيه في التغذيه في كل ما هو تضعيف وتسمين واللي تحبوا انتوما، هي كيف تلقى دي برودوي فريمون افيكاس نجمو يحظاو خنقول انا بالمسؤوليه نتاعها هي وبالغارانتي نتاع مريم التوكابري. هي تنجم تحكي عليه دونك اليوم باش تحكي على لي برودوي نتاع بيمونغا الطبيعي اللي يخص لامانسيسمون هكا ولا بالضبط. اي دونك بيان سور باش نحكيو على لي برودوي. ما كان تسمح نرجو بحذا لي دو شيف. مرحبا بك فاطمه، بحذايا الشيف الثاني كما قلت انت، شيف شانتي هنا. هاي مرحبا بك ايوب. وينك منوره الكوجينه؟ اي سيدي ايوب. سيدي قال واحد دونك هنا باش نعملوا اليوم كالامار، باش نعملوا فارسي ونطيبوا فوق منه شوربه مفوره ومن بعد نسقيوها بالمرقه نتاع الكالامار. الله الله. انا الكالامار اليوم منين؟ الكالامار يا ايوب من عند تونيزيان فيش تريدينغ، الماركه التونسيه هذيا اللي تعمل لك لا ليفغيزون حتى لباب دارك على تونس الكبرى. زاد كيف كيف توصل لك حتى كشي لصفاقس. دونك ما عليك كان تدخل الباج فيسبوك نتاعهم تلقاو نمر تليفونات، بيان سور تدخل للاكوي نتاع الفيسبوك نتاعهم عطاو تلقاو لي زارتيكل الكل، المنتوجات البحريه الكل كيما نقولوا من بحره بالحق، حاجه بنينه على الاخر وطبيعيه ويعطيهم الصحه على الباكاجينغ. ساعه تجيك السلعه محفوظه ضيفة آمنة يا دونك تاكل وعينيك مغمضة وبيان سيغ القوم تاع البحر هكا كيف الحر. اكزاكتومون هذاك علاش أنا اليوم اخترت المنتوج هذايا باش نعمل به هالكالامار كيف ما قلنا فارسي مع شوربة مفورة. أول حاجة باش نعملها باش نحضر المرقة اللي باش تطيب فيها الكالامار، ومن بعد هي المرقة بيدها باش نفور بها الشوربة. دونك شنو باش نعمل؟ حطيت ماء يسخن، مانيش باش نقلي، حطيت ماء يسخن باش نحط فيه سفنارية، باش نحط فيه روس نتاع بصل صغار هكا. وباش نبدا نعمل المرقه نتاعي، اول حاجه في المرقه باش نحط طماطم سيكام، طماطم معجونه سيكام دوبل كونسونتري، دونك تبذر بالقدا الحكا كي ناخوها ولونها مزيان، اي سورتو الحاجه السوسي نخافوا منه ديما في كوجينتنا هي القروصيه، هذه ما فيهاش قروصيه، دونك هكا قد ايه من مغرفه؟ نحطه مقدار مغرفتين ونص ثلاثه مغارف ماكسيموم، دونك هنا باش نحط مغرفه فلفل احمر والا كان تحبوا شويه هريسه سيكام، دونك هنا باش نحط معاهم تابل احكار نص مغرفه. نحط معاهم ربع مغرفه كركم باش ما يعطينيش مراره قويه. نحط معاهم شويه فلفل اكحل. وبيان سور ما ننساوش الثوم اللي يعطي نكهه في المرقه نتاع الكالامار. شيشه ملح ما نكثروش، ما نعرفش الكالامار ود بحار ديما فيه الملح. بعد ما يطيب نعدلوا له ملح، دونك هذايا يتخلط مليح. باش نزيدوا عليه حاجه بسيطه اللي هي زيت النجمه. انا اخترت هنا تورنوسول. دونك باش نصب شويه زيت نجمه. هذه زيت نجمه اللي هو سافور دو لاني للمره الثالثه للعام الثالث على التوالي. ياخذ نكهه العام في مسابقه نكهه العام. دونك هنا هذوما تخلطوا مع بعضهم باش نخليهم يطيبوا سله سله باش نبدا نحضر الفارس. اول حاجه هنا باش ناخذ بصل مقصوص جيد، دونك هنا باش نحط شويه بصل هكا. محكوك نقول. محكوك مفروم مرحي كيما تحب انت به. باش ناخذ عليهم طماطم معجونة مقدار مغرفة ونص طماطم معجونة حسب كمية الكالاماري باش نفرسيه. باش نحط عليه مقدار مغرفة فلفل زينة موزوز شوية كاكا موزوز أكيد. نعمل عليه شوية تابل هاي. نعمل عليه شوية فلفل أكحل هكا. ونحط الثوم هكا، يحب الثوم الكالامار فريدمير كل يحب الثوم. دونك هنا باش نحط عليهم شويه زيت نجمه كيف كيف تورنوسول اخترت. هذايا وفي وسطهم باش نحط المعدنوس والسلق. ونحط السلق كميه باهيه من السلق هكا. خاطري ذوب هو بالطبيعه قد ما تحطوا باهي. بالضبط. دونك اللي عبي لي كعبه الكالامار بتاعي باش نحط معاهم هنا محمصه من عند ورده. ما غير لا نصمتوها لا نعملش نحطوا لا 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 حط طول من بعد تطيب في وسط الكالامار باش تشدك الفارس في بعضه. هذايا المحمصه بتاعنا من عند ورده
انا ما بقالي الا باش نخلط الفارس هذايا ونعبيه في الكعبات نتاع الكلامار اللي هم حاضر باش نضيفين ونسكروا لهم فمهم خيطوا بالكيردون والا نخيطوا الفم بالضبط خيط. احسن حاجه كيردون اسهل حاجه الطريقه سهله برشا ونقبوهم كعبات الكلامار بعد سقطهم في المرقه هنا ونفور عليهم انا باش نفور عليهم زوز بكوات شوربه كلسان عصفور نمره 2 من عند ورده كيفاش تفور نحطها هي تسخن شويه الشوربه دوبا يتعدى منها الفابور وقتها كل مره ناخذ لوش من المرقه ونصب عليها في الكسكاس وكيكه ونحركها حكايه خمسه مرات بالضبط خمسه مرات نسقيها بالمرقه وقتها تكون شربه المرقه نتاعها وتجي بنينه برشا برشا يعطيك صحه ايوب انا عندي طلب صغير انا شهيه بريكا صبيبعات بريكا من بريكا الملصوقه عندنا والتن عندنا كل البدر وهل يخفى القمر وبيصير شويه جبن مريح حاضر نعملوها بالقوطه تحبه ولا بالبطاطا نعملوا قوطه 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 من عند فروماجري مريح اللي نحب نجم نقول على فروماجري مريح حاضر حاضر تدل يا عيني عليك فروماجري مريح تلقاو باش فيسبوك وانستغرام باسمهم دونك نجم تعدي عليهم الكوموند اللي تحبي ليفريوها لك حتى تكشي الباب الدار ليفريزون اللي غراتويت على غران تونس على تونس الكبرى مجانا ليفريزون وعلى سوسة ونابل والحمامات ليفريزون زاد كيف كيف توصل لك في 48 ساعه حتى تكشي الباب دارك تزيد عليها كان 7 دينارات فقط لي فري دو ليفريزون كما قال ايوب فما الكوتا 500 غرام جبن مالح ونص ملح وبلاش ملح وفما جبن اللي بالمعدنوس وجبن اللي بالحبق زاد كيف كيف موجودين كلهم في قريصات هكا صغار نتاع 500 غرام بيان سور اضافه للاطباق لي بلاتو اللي عملتهم جبن مريح واللي هو الطبق الاول اللي هو بلاتو فاميليال فيه 7 انواع نتاع جبونات والا بلاتو ابيرو اللي فيه 5 انواع نتاع جبونات اكاهو يعطيك الصحه وطن البدر بيان سور ما غير ما تنسى في عاده كون اسمعني شخص خبطون البدر كون متهنيه نحضر لك المرسوخة عندي حاضر باش كما قلت لك في كل وقت نلقاها ناخذ بكوات بريكادور نخبيهم ديما نلقاهم حاضرين هذايا الافونتاج نتاعهم كونهم سهلين في التخزين بالنسبه للتن موجود من عند البدر نحضروا صبعات بريك الصفاء مع فطور اليوم يعيشك يا ايوب انا نحب فاطمه انا نحب الكيردون اللي قلتوا عليه والابره والخيط اللي تسكروا فيه واحد عندي زوز فاء نحب نخيطهم خاطر كثروا عليا وغلبوا عليا حاضر نمشيو ونرجعوا نحكيو مع اخصائيه التغذيه مريم مات وكبري قلنا اليوم باش نحكيو بموقع طبيعي على البرودوي اللي يضعف بالضبط اللي هو لا بلانت امانسيسانت اللي هي هذه انا معناتها نعتبرها توا مهمه برشا بالنسبه لشهر رمضان سورتو خاطر تعاون برشا في الهضم فيكو فيها برشا الياف ديما انا ناكد على اهميه الالياف في التغذيه نتاعنا اللي هما يسهلوا عمليه الهضم اون فوا عمليه الهضم تسهل وتتعدل راهو التنقيس نتاع الميزان باش يجي بطبيعته بخلاف انه النبته هذه اللي معناتها هو سي ميلانج دو بلانت نجم نقولوا فيه الانواع نتاع تي احنا في تونس نعرفوا التاي الاحمر والتاي الاخضر فما الماتشا تي فما في القهاوي زاد لو كافي فيغ اللي هما هذوما معناتها اثبت النجاعه نتاعهم في تنقيس الميزان بطبيعة على خاطر يطلع شويه في الترموجينيس معناتها اللي هي الحراره نتاع الجسم وقت اللي يبدا يحرق دونك هذاك علاش الناس اللي عندهم بلوكاج ولا اللي يخافوا من زياده نتاع الميزان في رمضان يعاونهم بالكدا نعرفوا زاد كيف كيف بعد الكونفينمون اي سورتو توا معناتها في رمضان الريتم نتاع النوم يتبدل وهذاك راهو من اهم الاسباب نتاع البلوكاج دو بوا واهم اسباب السمنه زاد نجمو نقولوا النبته هذيا لو ميلانج دو بلانت هذيا نلقاو فيه لافانت الخزامه ونلقاو فيه الكامومي البابونش اللي هما يعاونوا باش نرقدوا بالكدا وهذاك بطبيعه باش يحسن في عمليه الحرق فيه لاسبيرولين عندنا بيان سور تصاور نتاع البرودوي اللي تحكي عليها مريم توكيب نجمو نشوفوه في الشاشه اها سبيرولين فوالا فيه لاسبيرولين والمورينجا اللي هما غنيين باش بالفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي يستحق لها الجسم نتاعنا اي سورتو في وقت الصيام باش نجموا معناتها نبداو صايمين وان فورم. اللي يقول قايل كيفاش نستعملوا البرودوي هذا اسكو وقت شق الفطر دوبا نشق فطري معناها ولا بعد في السحور ولا كيفاه؟ هو باش ناخذوه ماتشين في النهار في الفطار كما كنا قبل توا في رمضان يوليو ماتشين اللي هما بعد شق الفطر وبعد السحور مغفتين تاع قهوه مع كاس ماء. كاس ماء. فوالا. كيف مريومه نعرفوا اللي في الجام تاع بيموغا الطبيعي عندهم الكريم زاده. اللي تلم الجلدة خنقولينا وقت يصير ترهلات بعد الضعفين اي صحيح هو باش يسالوني دايوغ هنا يقول لي بعد ما نقصوا في الميزان اسكو يقعدوا لنا دي غولاشمون سورتو في بلايص معناتها معينين مثلا كيما الكرش ولا كيما شويه الزنود دونك لهنا البارتي هذيك تنجم تقعد فيها غولاشمون اذا كان فما ان غولاشمون كوتاني اذا كان الجلده ماهيش ايدغاتي بالكدا ان غولاشمون مسكولير لا كريم هذيا فيها البور دو نوات كوكو اللي هي عندها معناتها خصائص طبيه قويه برشا دونك في البوم تاعنا وقت تبدا
ايدغاتي وهذاك باش يعاون على انها تتكبس ولا ريجينيراسيون سيلولير معناتها تجديد الخلايا نتاعها يصير احسن. وبطبيعه معناتها لهنا راهو ديما نقولوا اون باراليل مع لا بلانت امانسيسانت معناتها هو سيت اون بريز ان شارج كومبليت التغذيه نتاعنا نجمو نقعدوا معناتها ناشطين ونعملوا ان اكتيفيتي فيزيك نستعملوا لا بلانت هذيا ولا كريم هذي نلقاو ان ريزولتا اوبتيمال. هو ديما ما فماش حاجه واحده تخلينا ننقصوا معناها لازم فما حاجه دو فاكتور فوالا. وزيد نحب نذكر الناس انه معناتها التاي معناتها النبته الخاصه بالتضعيف عند شركه بيموغا الطبيعي وصلت ضعفت بين 20 و 25 وصل فما شكون كلمنا على 30 كيلو معناتها في الشهر وساعات في الشهر ونص دونك بالحق النبته قاعده تعمل في افيكاسيتي ياسر طياره. هي جوستومون افيكاس برشا وهذاك اللي خلينا نجموا نحلوا شويه في الريجيم. ريت معناتها كي واحد يعمل ان ريجيم سيفير ساعات اللي هما مش منصوح بهم بالكل ينقصوا بوكو دو بوا في وقت قصير نجموا مع النبته هذيا اون ايلارجي ان بو لو ريجيم معناتها يكون ريجيم باهي ما فيهوش حرمان ونجموا ننقصوا به معناتها باعتدال ما تكونش بيرت كبيره فوالا بيان سور شرب الماء خاطر هذاك باش ينحينا الاحتباس نتاع الماء انفاخ مع تحسين الجهاز الهضمي. علاش ركزت سورتو على البرودوي معناتها المره هذيا نتاع لا بلانت خاطر في اول ايام رمضان معناتها باش الناس تتقلق من الكونستيباسيون ومن المشاكل معناتها نتاع الهضم دونك يعاون بالكدا مع لا كريم. وفما برودوي اخر اخترته من لاكام بيموغ اللي هو لا كريم نتاع الوجه نتاع دوبل مونطون. زاد عندي اون باسيونت استعملته معناتها فرحت به برشا خاطر هو فيه الاسيد هيالورونيك اللي معروف برشا انه يشد الجلده ويساهم في تجديد الخلايا. بيان سور ديما نقول راهو لي برودوي هذوما مع تغذيه سليمه ونمط عيش سليم معناتها ديما ناكد انه يلزم لي فاكتور الكل يتلموا باش نلقاو ان ريزولتا اوبتيمال. ايوا هذا تو احنا رضينا الناس اللي تحب تضعف في رمضان، يلزمنا نرضيو الناس اللي تحب تسمن في رمضان خاطر بيموغ زاد عندهم برودوي ينجم يزيد حتى بثلاثه كيلو في الجمعه. اي فما زاد بالضبط هو لهنا فما انا بيجي حتى اللي نتبعهم معناتها اللي يحبوا يزيدوا في الميزان يخافوا برشا من رمضان خاطر مع الصيام المعده تتسكر الشهيه تنقص من بعد يقول لي معناتها نشرب كاس ماء ناكل شويه سوب نحس روحي نشبع دونك باش ينقصوا في الميزان. وينقصوا في الميزان راهو من الميسكل ومن الغريس ديما لهنا راهو سي تري امبورطون. هو شنو بالنسبه للبرودوي هذايا علاش معناتها زاد معناتها يعجبني برشا خاطر طبيعي ديما لي برودوي نحب نقول نتاع بيموغ طبيعيين ما فيهمش مضافات غذائيه ما فيهمش دي كونسيرفاتور ما فيهمش ملونات معناتها طبيعي 100%. يخدموا باللي ديما تقول مدام مونيا انا نعصر بايدي وندخل وحدي معناها نصنع بدايه بحاجات قديمه معناتها شنو نقول قديمه معناتها حاجات تراديسيونيل معناتها كيفاش تعصر ولا كيفاش ترحي ولا كل شيء كله على الحاجات التراديسيونيل. وقالت حتى تستعمل حتى الطابون العربي في حاجه في بعض الاستعمالات جوستومون. وفما دي لابوراتوار راهو اللي تهز تعمل لهم معناتها باش تشوف فوالا زاناليز ومعناتها مطابقين للمواصفات دونك لهنا معناتها المنتوج ما ينجم كان يطمن ماهوش فوالا. دونك لهنا بالنسبه للبرودوي معناتها نتاع اللي يزيدوا في اللي يحبوا يزيدوا في الميزان فيه ججلان فيه البولين اللي هما هذوما البولين يحسن بالكدا الشهيه يقوي المناعه بالنسبه للناس هذوما ونعرفوا اهميه المناعه توا سورتو في البيريود هذيا. الججلان اللي هو فيه معناتها دهنيات خارقه للعاده فيه الكالسيوم حتى بالنسبه للناس اللي ما تحبش الحليب ومشتقاته معناتها مجموعه من فوالا دي فيتامين دي سي مينيرو اللي يخدموا على حاجتين تحسين الشهيه دونك في شقان الفتره للسحور تلقاه الانسان ينجم ياكل اكثر شويه وحتى في اللي كالوري على خاطر فيه اكثر حريرات اللي هما هذوك باش يتخزنوا وما يزيدوش شحم كهو خاطر ساعات كي ناكلوا مقلي وحلو والكل الناس يكون يتفرجوا فيه اللي يحبوا يزيدوا راهم باش يزيدوا شحم دونك يعملوا الكرش الاجناب والساقين والدين يقعدوا ضعاف. صحيح. هو لا يلزم نزيدوا بطريقه صحيه باش نزيدوا عضلات اون ميم طون البدن يبدا متغذي بالكدا. اوي دونك زيد ما ننساوش انه الناس اللي تحب تتصل بالشركه بيموغا الطبيعي تليفوني تلقاهم تويكا على الشاشه واحنا نحكيو تنجموا تتصلوا بهم وان شاء الله واحنا ديما نقول لكم احنا برنامجنا مسجل ان شاء الله واحنا نحكيو زاد يكون فما طرق باش يوصل لكم لي برودوي عندكم ممكن زاد هي ماكل معناتها لي بروجي اللي رجعوا حلوا ان شاء الله على شلي. دونك اطلبوا الارقام وشوفوا انتم حين وشوفوا كيفاش نجموا تتحصلوا على لي برودوي نتاعكم خاصة للناس اللي عندها تريتمون يدوم حتى بالسبعة وبثلاثة معناتها سبعة أشهر ثلاثة سنين دونك ماذا بينا زدنا نلقاهم حلول للناس هذوما. ميرسي بوكو مريم كابري يعطيك الصحة. احنا توا نشوفوا الفقرة الخاصة بجبن مرياح نشوفوا التقرير ونرجعوا.
دونك هذوما لي كومونتير الخاصين بفقره جبن مريح. احنا تويك باش نحكيو طب، هذاك علاش بحذنا الدكتور سمير شتورو اللي هو اليوم جاي بحذنا، مش صيفته كطبيب بركه، مع على اساس هو رئيس النقابه التونسيه لاطباء القطاع الخاص. مرحبا بك سيدي. عايشك، شكرا على الاستضافه. يعيشك. دونك باش نحكيو على الكورونا، انعكاساتها على الطب الخاص بتونس، على المرضى اللي يباشروا عند اطباء خاصين، وعلى القطاع الصحي الكل في تونس. اما قبل نحب نعرف معناها شنو هو الاجواء تويكا في حكايه الكورونا. والله الكورونا هي ازمه صحيه كبيره برشا. تونس منذ اكثر من قرن ما جاتهاش ازمه بالحده هذه. الكورونا ما يلزمش نستخفوا بها، مش على خاطر توا الحمد لله الضحايا عندنا ما هماش بعدد كبير بفضل الوقايه، بفضل سياسه الحجر الصحي لو كونفينمون. دونك يلزمنا نقعدوا يقظين، ما يلزمناش نترخاو على خاطر الخطر مازال موجود ومازال محدق بالتوانسه. توا احنا كان نجم نعرفش الناس كنا نجموا نحكيو معاك على الاشياء اللي معقول احنا نقولوا اشاعات اللي حاطه على حكايه الكورونا، انه الصين ما عطاتش ممكن الطرق الصحيحه كيفاش نداوي، وقالوا لنا ما تاخذوش الكورتيكويد، قالوا لنا ما تاخذوش لي زونتيبيوتيك، قالوا لنا ما تاخذوش كل ما هو انتي انفلاماتوار. هذا من بعد ثم اطباء في تونس ولا في ايطاليا ولا في فرنسا الكلهم رجعوا قالوا لا لا، ارجعوا خذوا الادويه نتاعكم، انصحوا المرضى نتاعكم يرجعوا ياخذوا، راهو الكل باش ما تصيرش لي زانفيكسيون هذوما. صحيح اللي نقول فيه ولا فما؟ احنا في تونس الحمد لله عندنا اخصائيين كبار في الامراض الوبائيه هذه الابيديمولوجيست، وشفتوهم الناس كلهم ولاو يعرفوا دكتور انيساب بن عليا ودكتور شكري بن حموده ودكتور وامثاله. دونك عندنا في تونس فكره على الوضع هذايا. توا فما برشا كلام يتقال في العالم كامل، لكن الحاجه الوحيده اللي قاعده عاتيه نتيجه في الارض الواقع هي الحجر الصحي، هي تباعد ما بين العباد، هي لي جيست باريير. كي واحد يحكي مع واحد ما يقعدش قريب له، معناها الحيطه بكلها هذيك هي اللي تجيب. احنا في النقابه التونسيه لاطباء القطاع الخاص منذ بدايه الازمه حطينا رواحنا، جندنا رواحنا، اعتبرناها حرب وجندنا رواحنا في الحرب هذيا. عندنا 8000 طبيب تونسي في القطاع الخاص اللي هما قاعدين يحاربوا في الجائحه هذه. توا ما يلزمناش اون بيس لاغارد، يلزمنا نخموا زاده في الامراض العاديه اللي هما غير امراض الكورونا. بالضبط. توا الجائحه نجمنا نسيطروا عليها والحمد لله. نحاولوا قاعدين نفهموا فيها، اما كما انت تحكي معناها فما تويك الاطباء نتاع القطاع الخاص، فما برشا قاعدين يمرضوا بالامراض نتاعهم ويخافوا يمشوا للسبيطارات، يمشوا للطب نتاعهم، وقاعدين لطفي ربي يموتوا في ديارهم. دونك شنو تقول انت لهنا؟ في السبيطارات وفي العيادات العباد ولات خايفه باش تمشي، وهذايا نحبوا اللي بشويه بشويه نرفعوها، لكن باتخاذ معناها جميع وسائل الوقايه. توا نهارين التالي كنا في وزاره الصحه، وزاره الصحه والصيدليه المركزيه طمنونا اللي لي ماسك ولي بافيت اللي حشتهم بهم التوانسه للوقايه باش يكونوا موجودين من الأسبوع القادم بكمية كافية للعباد الكل. فما لي تيست زاد معناها باش العباد تنجم قاعدين يجربوا لي تيست رابيد هذوما باش العباد تنجم، وسيرتو تشري الإطارات الطبية والشبه الطبية والعباد اللي اون كونتاكت في التساق كبير مع المواطنين. أنا جيتك دكتور للموضوع هذا، مرحبا بك. أول حاجة اليوم يعني رزينا شويه كي نشوفوا اكثر من 90 شخص او اطار طبي او شبه طبي مصابين بالكورونا اليوم. هل الخلل هذايا منين؟ يعني يقول قائل انا دكتور والا انا جو في بارتي من الاطار الشبه طبي وجاتخاب الفيروس هذايا، انا مانيش قادر نحمي نفسي، كيفاش ملا اكل الباسيون اللي جايني باش نحميه انا زاد؟ ممكن هذايا يسبب نوعا ما من المخاوف، لكن اليوم راهو الحمد لله يا ربي بويسك وليت لي تيست ماسيف للاطار الطبيه وشبه الطبيه، كيفاش نطمنوا المواطن؟ انا حكيت معك بلسان المواطن لان نطمنوا المواطن والاطباء فوالا. اي بيان سور الاطباء والاطار الشبه الطبي هما في الواجهه، هما التصاق كبير مع المريض. في بعض الاحيان رغم الوسائل الوقايه
ينجم يتعدى على خاطر الوقت كي يمر وقته طويل حتى بالوسائل الوقايه ديما يقعوا معناها نوع نتاع بخلاف اللي يخبيوا بمرضهم ويقول مانيش مريض وخلاف اللي ينجم يمرض. لا احنا توا في الوقت الحالي نعتبروا اي مريض فيه كانه حامل ينجم يكون حامل الفيروس وناخذوا الوقايه. في اول الازمه ما كانش عندنا وسائل وقايه متوفره بالكميه الكافيه وكنا مجبورين في الحالات الاستعجاليه باش نشوفوا المريض رغم عن ذلك، وهذه تثبت في عده إصابات. في عده اصابات لكن توا ولو الحمد لله معناها الوسائل الوقايه باش يكون بداوا يتوفروا شويه توا مريناهم قاعدين الاسبوع الجاي ان شاء الله يكونوا بكميه اللي مكننا باش نجموا نداويوا التوانسه الكل في الامراض العاديه ونواصلوا نداويهم في امراض الكورونا كما بدينا من اول الازمه. ان شاء الله بهذه ان شاء الله يكون مساج زاده من خلالك باش الاطباء يرجعوا يبشروا تدريجيا خلقوا لنا المرضى نتاعهم واللي عندهم عمليات يرجعوا يعملوا العمليات نتاعهم ما نخافوش ولاد فما وسائل حمايه موجوده. نستغلوا الفرصه اللي انت موجود لهنا ونشوفوا اسكو بالحق الفاكسان قريب باش يكون الاعلام عليه خاصه فما بلجيكا فما سويسرا المانيا قالوا في جويليا هكايا. جست قبل حبيت نوضح اللي راهو اطباء الخط الاول اللي احنا عندنا معناها لي ميدسان دو فامي طبيب العائله لي جينيراليست سورتو في المناطق في المدن الصغيره في القرى حتى في وسط العاصمه كلهم راهم ما بطلوش من الخدمه اللي بدات فيها قعدوا يخدموا اللي فما اطباء اختصاص المرضى قعدوا ما يحبوش يجيهم بالنسبه اللي احنا حبيناها تخوف ونقص نتاع وسائل الحمايه ولا اللي هو اما راهو معناها فما اكثر من نص الاطباء يباشروا كانوا قعدوا يباشروا فما 70% من الخط الاول قعدوا يباشروا والحمد لله. بالنسبه للي فاكسان مانيش اختصاصي في الدومين هذا اما نتصوروا انه معناها بحسب الخبره نتاعنا ما يتعاملوش بسرعه معنى هذه نجموا ان شاء الله العام الجاي توراوا انه الكثير من المخابر والدول مركزين على الموضوع هذا وان شاء الله يعطي الاكل نتاعو خاطر يتعدى بليزيور ايتاب الفاكسان يعني الى ان نتصادق عليه ونظمة الصحه العالميه ويتعدى برشا تحاليل سريريه وبرشا ابحاث سريريه دونك صعيب ياسر رياليست صعيب تقنيا صعيب ياسر باش يحضروا في وحتى كان حضروا معناها صعيب باش يقع الانتاج العالم الكل انتاج نتاعهم بكميه تكفي وانهم يوصلوا لبلدان العالم الكل لكريتو معناها حتى في الوسائل الوقايه الكبير يفك الصغير ولا حرب اما زاد ماذا بيه زاد نوصلوا للناس انه تونس قاعده تستعمل في الادويه الصحيحه للعباد معناتها في بسرعه معناها قاعدين نعملوا في مجهوداتنا الكبيره باش نحافظوا على الارواح نتاع الناس هذه هكا ولا تونس والحمد لله المرضى الكورونا كلهم معناها خذوهم بطريقه هايله برشا بنتائج كي نراو معناها النتائج نتاع البلدان الاخرى والنتائج نتاعنا احنا نجموا نكونوا فخورين باللي عندنا. الحمد لله عندنا اطارات طبيه وديما نشكرهم اللي قاعدين في الخط الاول واللي يداويو في مرضى الكورونا واللي ما يداويوش في مرضى الكورونا والاطار الشبه الطبي زاده احنا فخورين بهم هذوما ويلزمنا ندعموهم ويلزمنا نعاونوهم شدوا على ايديهم. انا فرحان ياسر بحاجه اللي قلت البارح خرج سونداج صبر اراء اللي قال توا التونسي في حط في اول الاهتمامات نتاعو هي الصحة وإحنا تعدينا على انتخابات ما ليناش برشا وما ليناش أنه الأمور الصحية والاجتماعية اللي هي عندها أهمية كبيرة ياسر ما ليناهاش في اهتمامات التوانسة ولا في الخطابات اللي ريناهم ولا في البرامج نتاع توا عندنا احنا الحمد لله عندنا الاطارات الطبيه والشبه الطبيه لكن يلزمنا تكون عندنا سياسات يلزمنا نكونوا عندنا برامج على خاطر راهو ما نكذبوش على رواحنا في اول جائحه هذه ما كانش عندنا خطط واضحه ما كناش محضرين ما كانش فما خطط لينا بالحكومات زوز حكومات وانتخابات وبرشا حكايات المفروض يكون عندنا خطط واضحه لاي نوع من الجائحات المفروض يكون عندنا مخزون استراتيجي هو دكتور بالضبط. العالم الكل ما كانش متهيئ راهو حتى اكبر دول العالم اليوم واقفه كما نقولوا حابسه ما كل واحد يعرف ظروفه معناها ما نجموش قرروا احنا اما يلزمنا نستنتجوا العبره من الازمه هذه
ونعطيه أهمية للقطاع الصحي اللي هو راهو معناها أهم حاجة بالنسبة للإنسان. بالضبط. ميرسي بوكو دكتور سمير شتورو اللي هو رئيس النقابة التونسية لأطباء الاختصاص. أنا زوز كلمات نحب نختم بهم حواري مع دكتور شتورو. الحاجة الأولى اللي أنا مرة عملت حوار مع سفير فلسطين في تونس وقال لي تعرف اللي أنتم في تونس محظوظين برشا بالأطباء متاعكم على خاطر بعد الاحتلال خلينا نقول أنا عام 56 عندنا أربع أطباء في جمهورية كاملة، تصوروا في أربع أطباء في جمهورية كاملة. قال لي تويك أنتم في تونس فماش سبيطار في أي بلاد تصوروها في العالم ما فيهاش على الأقل طبيب تونسي. قال لي احنا معناها عندنا تبارك الله عندنا 8000 طبيب تونسي هنا في القطاع الخاص ولا أعلم في القطاع العام قداش. دونك هذا ذخر وفخر لينا كتوانسة سانسيرمون. وهي نقول احنا ديما نقول أن الكورونا عندها حاجة باهية. من الحاجات الباهيه نتاع كورونا انه فيقتنا ديما كنا في برنامج ماتينال نقول لكم اما علاش السبيطارات هكا علاش كيف واحد يمشي عادي يلقاش لا غير شنو علاش ما فماش درشنو اي با هنا وصلنا لحكايه الكورونا واللي فيقتنا انه لازم التعليم والمعطى الامن اوكي والصحة زادة خاصة يكونوا هذوما ثلاثة معناها في أحسن ما ينجم يكون هذوما تقوم عليهم البلاد. بون الاقتصاد معاكم أما راه ما فماش هذوما الكل ما يجيكش حتى المستثمر ما يجيكش وصحته ماهوش عارف على روحه باش تكون لاباس وإلا لا. هذه جوست ميساج صغرون وتحية كبيرة لفخر تونس اللي هما الأطباء والإطار الطبي وشبه الطبي وللناس اللي عاملة مجهودات في القطاعات الكل. دونك نمشيو بعدها الشيف أيوب. مرحبا فاطمة، رجعنا مع بعضنا باش نكملوا اليوم الطاجين اللي اخترناه. قلنا طاجين الغنجة كيفاش وشنو مكوناته؟ بسيطة برشا الحكاية. خذيت أنا هنا الدجاج متاعي قصيته طريفات صغيرة وطيبته تختوخ متاع طاجين كالعادة بشوية بصل مفروم معاهم شوية زيت نجمة، حطيت شوية تابل شوية ملح شوية فلفل أكحل وشوية كركم. هذوما بعد ما طاب الدجاج خليته وقف على زيته كيف ما يقولوا الصوص متاعه تختار شوية هكا. بعد ما برد الدجاج نتاعي تو باش نخلط عليه بقيه المكونات. اولها لي تخوا فرماج غابي هذوما من عند مرياح اللي هما يذوبوا في قلب الطاجين، وخاصه احسن ميزه في فرماج مرياح لكونه 100% حليب ماهوش من المستحضرات الغذائيه وفيه اضافات وغيره. دونك الفرماج نتاعنا يتخلط مع الدجاج هكا باش نزيد عليهم شويه معدنوس اختياري اللي يحب المعدنوس في الطاجين. انا الحقيقه نحبه خاطر نحي صفوريه العظم ونعرفوا منفعة المعدنوس ما فيه حديد وغيره. دونك هذايا المعدنوس نتاعنا يتخلط معاهم باش نزيد العظمات اللي هما تحطوا حكاية حارتين عظم حارة وكعبتين كيف ما تحبوا انتوما. ما لازموش جاري برشا الطاجين، يتخلط شوية هكا. أنا ديما نقول لكم العظم في طاجين ما نعملوش اون اومليت، معناها ما يكونش مخلط ياسر ياسر، دوبا نكسره شوية باش يجي الطاجين نتاعي مغبغي. دونك تخلط المكونات هذيا تو باش نجيو للايتاب نتاع المونتاج نتاع الطاجين. شنو نعملوا له؟ ناخذوا بطنجال قصيناه روندلات، سواء تعملوا عليه شويه زيت وتحطوه في الكوشه يتشوى كيما تعملوه للمساكه ولا تعملوا الجراتان وغيره. انا خذيت حضرته شويته في الكوشه بهالطريقه ولا تنجموا تقليوه زاده اللي يحب المقلي. ناخذوا البطنجال نتاعنا نفرشوه في قاع الطبق كعيبه باش نبختها هكا. دونك نعملوا فرشه لوطه من البطنجال يكون كعبة محاذية أختها. هذا خاطر من بعد كي باش نقلبوا الطبق بعد ما يطيب هو باش يكون الوجه نتاع الطاجين هكا. هذه تبدلها طايبة شوية. دونك هكا يلزم يتغطى القاع ما نخليش فيه فضاء يظهر منه هكا باش يجي مزيان الطاجين. هذا نعرف الناس تحب البتنجالة ماذا بيهم طرق أخرى يوظفوها بها بخلاف اللي نعرفوها الحاجات التقليدية. دونك هذه من الحاجات المزيانة في الأطباق في سيدي رمضان إذا تحبوا تعملوها. كيف ما قلت أنا هوني ننصحكم أنكم البيتنجال تشويوه ما تقليوهش باش أقل زيوت وأقل قليان في رمضان. ناخو هالخليط نتاع العظم مع التختوخ بتاع الطاجين وفرماج مرياح نحطوه فوق منه هكا يطرح بالقداء نسويه على الوجه نتاعو هكا. من بعد نجي للوجه باقي باش نكمل نعمل طرحه اخرى من البتنجال نتاعنا اللي شويناه. ها الروندلات هذو ما تنجم تقصوه بالطول لكن انا خيرت نعمله هكا يكون حلو
ركبهم على بعضهم هكا بشوي بشوية كعيبة، وقتها يجي الوجه مزيان. عندي كعبات طاب وشوية في الحرف نتاع الطبق نتاع الطاجين كي شويتهم البتنجيل، دونك ماذا بينا نحيم على الشيرة، ناخذ ديما الكعبات لي ناقصين طياب شوية، نقرا حساب انهم باش يكملوا يتجمروا في الكوشة ويتحمروا بالباهي. هذيا كعيبة هكا، نشوفوا كيفاش الوجه نتاع البتنجيل، كيفاش البتنجيل غطى الوجه نتاع الطاجين مليح. نحاول ديما ما نخليش هكي الفراغات، نعبيها. هذيا البتنجيل نتاعنا نجي شوية شوية هكا وننزل عليه بيدي من فوق على الوجه، نستويه باش يلصق في وسط الخليط نتاع العظم والدجاج هكا. كان ناقصة كعبة نكملها، كل حاجة تاخذ حقها. حطوه في الكوشة يطيب درجة الحرارة 180-190 ماكسيموم، خليوه مدة 20 دقيقة، من 15 ل 20 دقيقة اللي يجمر. نحس الطاجين نتاعي طاب كيفاش، هكا ندخل فيه السكينة نشوف إذا خرجت شيحة، وقتها الطاجين نعرفوه طاب. ديما ننصح أنا درجة حرارة تكون 180 باش ما يشيحلكمش الطاجين أكثر من اللازم. صحة بالشفاء، بعد شوية باش نرجعوا نعملوا رفيسة التمر والفاكهة لسحور الليلة إن شاء الله. مشكور أيوب، نخرجوا فاصل وبعد نرجع. صحتك أهم حاجة عنا، لازم التعقيم يكون أول حاجة في حياتك. باكتيستات ينجم يستعمل الإنسان العادي، الخدام، الطبيب والصناعي. باكتيستات هي السوليسيون الوحيدة اللي تحميلك دارك وصغارك. ديزانفكتون 100% ناتوريل، كيما تنجم تستعمله في الدار على البيبان، تستعمله لخضرتك وحتى لتعقيم صغيرك، ما يضرش حتى كان تخل الفم، ما في حتى مواد مضرة صحتنا، وزيد على هذا صديق للبيئة. باكتيستات، صحتك أولوية. دونك اليوم باش نحكي لكم على 3 برودوي تاع لابوراتوار اغرولاين. باش نحكيو على خل الهندي، باش نحكيو على خل الرمان، وباش نحكيو على عصير السبار. خلينا نبداو نحكيو على عصير السبار. العصير هذايا اللي هو يعاوننا وعنده دور فعال في تقويه جهاز المناعه، واحنا تو في الفتره هذيا حاجتنا انه يكون الجهاز المناعي نتاعنا قوي باش نقاومو الامراض الكل، كسو سوا الكوفيد 19 ولا اي مرض اخر. حاجه اخرى يعملها عصير السبار اللي هو يعاون البدن نتاعنا او بالاحرى الجهاز الهضمي انه يكون مرتاح، ويعاوننا اننا نتخلصوا من الانتفاخات، يسهل عمليه الهضم ويخلي يسهل زاده كيف الترانزيت. الاستعمال نتاعو ساهل برشا وبسيط، هما 20 مليليتر، هذا البوشون دوزور نتاعنا، يعني الغرادواسيون حتى 20 مليليتر. 20 مليليتر في كاس ماء الصباح على الخوا وفي الليل قبل العشاء، مرتين في النهار، يعاونونا برشا برشا. في مرحله ثانيه باش نحكيو على خل الهندي اللي هو باش يعاوننا برشا في الفتره هذه ان نقصوا في الوزن. نعرفوا اللي احنا تو في فتره الكونفينمون، الناس الكل شاده ديارها، ما فماش اكتيفيتي فيزيك ودازين برشا على الماكله، هذا اللي ما يلزموش يكون. دونك خلينا نعاون رواحنا ان نستعملوا خل الهندي. خل الهندي شنو يعمل؟ هو يغيدوي الهرمون نتاع الجوع في البدن، ينقصها من البدن، دونك ما عادش عندك لونفي الكبيره نتاع الماكله، اي سورتو الغرينيوتاج اللي ما بين الاوقات اللي نجمو نقولوا اللي احنا تو في فتره تاع سوغ اليمونتاسيون، الناس الكل قاعده تاكل اون اكسي، مش على خاطر بدنها يستحق، هو من ستريس ومن القعده في الدار، الناس الكل راجعه على الماكله، وهذا اللي باش يخلينا نلقاو كيلوات زايدين وباش نضروا بالصحه نتاعنا، واللي احنا توا في حاجه ان يكون البدن نتاعنا قوي. زاده كيف خلينا نحكيو على خل الرمان. خل الرمان هذه اللي ياخذ الفايده نتاع الغله نتاعو الكل اللي هي الرمان، وعنده فيه برشا فيتامينات وبرشا معادن باهيه للبدن، ما فيهش ديزاديتيف، ما فيهش كولوران، ما فيه حتى اضافه. المطعم نتاعو اسيدولي شويه، يعطيك ولون نتاعو مستحمر شويه، يشبه برشا للجو نتاع الرمان. الخل هذا يعاوننا انه يكون انتي انفلاماتوار، يقوي الجهاز المناعي ويستحفظ على عضله القلب، ويعاون الكل على الكوليسترول، وزاد كيف على السكري.
لي برودوي نتاعنا هذوما تلقاهم على زوج نمرات تليفون 99 761 972، النمره الثاني 97 146 147، ولا ليفريزون اي غراتويت سور توت لا تونيزي. عنا لي بري بروموسيونيل باش نحكيو عليهم، الباك دو 6 ب 98 و900 بلس لويل امان 600 غراتويت، الباك دو 3 نتاع خلل هندي 49 و900، لا لويفيرا 14 و900 الفلاكون الواحد 250 مليلتر، خل الرومان زاد كيف كيف 250 مليلتر ب 14 و900. مرحبا بكم الناس الكل.